دفعوا كثيرا السنة رفضهم للدستور؟ هو لا نخر. شوف خليني أقول لك هذا، أنا أتحدث للتاريخ وإذا أتحدث أكو رأي وأكو حقيقة. حضرتك اسمك دكتور قصي، هذا مو رأي، هاي حقيقة. طيب حضرتك منصف، هذا رأي. طيب قد يكون صح. أنا أتحدث الآن بالحقائق. أي السنة بعد 2003 لم يكن لديهم طبقة سياسية مسموح لها بالعمل، خيرة شبابهم ورجالهم مجتثين غير قادرين على العمل، غير قادرين على الظهور، ناهيك عن خالية من مرجعية، ما أصلا مرجعية يعني دينية ما عندهم، وبالتالي حتى مرجعية سياسية كانت ماكو، ما عندهم. فاللي دخل على الخط وبشكل واضح أنه يتم جلب مرجعيات، نجيب الحزب الإسلامي، إذا محسن عبد الحميد كاريزما ما كانت مقبولة نستبدله بطارق الهاشمي، إضافة لأن نمد خطوط لتشكيلات سياسية، يعني مثلا تقول طارق الصالح المطلق وخلف العليان ومحمود المشهداني كانوا كلهم يمثلون فصائل مسلحة، وناصر الجنابي كانوا يمثلون مناطقيا مناطق ملتهبة، جابوهم الأمريكان دخلوهم بالعمل السياسي في محاولة لأن يطفئوا المقاومة بتلك المناطق. الإشكالية وين كانت؟ أنت تجي بالعمل السياسي بس ما تقدر ترجع للمسلحين تقولهم خلاص إخوان إحنا دخلنا بالعمل السياسي. لا، كان أكو قيادات كثيرة تقول إحنا طبينا بالعملية السياسية حتى نخربها، وهذا الرأي يعني ما كان كذب أو تصريح إعلامي، أعلنوا عنه موقف متأخر علينا، بس هي الحقيقة كانت هالشكل. فمرة أنا قلت لي قيادي مهم قال إحنا لازم نبدل محمود المشهداني، بعدها محمود مستلم أسابيع زين، قلت له أنتوا ليش تتعرقلون شغله؟ أنا بعدني هذا حسي ما مشتغلوا يا محمود. طيب وأنتوا هيك ما راح تخلوه ينجح كرئيس مجلس النواب، وهذا هو أعلى منصب للسنة، أنتوا ما راح تنجحون. قال لي أخي من يقول لك إحنا نريد ينجح أصلا؟ إحنا جايين العملية السياسية حتى نخربها. فهذه الإزدواجية اللي حصلت بين ممثلين مكون بشكل شخصي يكون نفسه وفلوس وصلات سياسية مع الشركاء الشيعة اللي مصدقين أنه هذا جاي ممثل عن قوة مسلحة أو ممكن يسكت لي هاي المنطقة أو تلك، وبين وجه آخر مع جمهوره بكذب ونفاق وتدليس هو اللي أزم الموضوع، وهو اللي وصلنا للحرب الطائفية اللي حصلت بعد البرلمان الأول.